السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن إنشاء أول مدرسة أهلية نظامية بمملكة البحرين، وكان ذلك في عام 1919، وهي مدرسة الهداية الخليفية بمدينة المحرة، والتي احتفلت قبل سنتين بمرور 100 عام على تأسيسها. وقد مرت المدرسة بمراحل تعليمية مختلفة منذ تأسيسها، وكانت بدايتها المرحلة الابتدائية، وبعدها الإعدادية والثانوية، وما يدعى إلى الفخر أنها سوف تصبح قريبا جامعة. طبعا كل مدرسة لها قصة في إنشائها، ومن تلك القصة المشوقة والتي بها كثير من الأحداث، ولكن كما تعودنا فسوف نذكر بعضها باختصار. فقد كانت وما زالت مملكة البحرين مركزا تجاريا هاما وملتقا حضاريا منذ القدم لمختلف الأعراق والجنسيات، مما أدى إلى إلمام أغلب المواطنين والمقيمين بلغات عديدة كالعربية والإنجليزية والفارسية والأردية. وبعد الحرب العالمية الأولى أصبحت البحرين أكثر انفتاحاً على التأثيرات الغربية، مما دعا بعض الوجهاء والمواطنين من مدينتي المحرق والمنامة ومن بينهم بعض من أعضاء الأسرة الحاكمة الكريمة إلى مناقشة إنشاء مدرسة نظامية للتعليم الحديث في عام 1919. وقد ترأس اللجنة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي الخليفة، والذي عرف بعد ذلك بوزير المعارف. كان الشيخ عبد الله له دور مشهود ومعروف في التعليم، لأنه كان متعلم ويحب التعليم، لكن المشروع واجه معارضة من بعض مشايخ الدين. ولكن الشيخ قاسم بن المهزع قاضي البحرين المشهور في ذلك الوقت أقنعهم بقبول المشروع، وقام الأهالي بالاكتتاب لتمويل المدرسة، وساهم الحاكم في ذلك الوقت صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة بالتبرع بأرض في المنطقة الشمالية من مدينة المحرق لبناء مدرسة للأولاد، وسميت مدرسة الهداية الخليفية، وكان ذلك في عام 1919. وقد قام عظمته بتعيين بعض من أعيان البلاد والوجهاء أعضاء بإدارة التعليم الخيرية لمدرسة الهداية الخليفية في عام 1920، وهم الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة، والشيخ عبد الوهاب بن حج الزياني، وسلمان بن حسين بن مطر، ومحمد بن راشد بن هندي، محمد صالح بن يوسف خنجي، يوسف بن عبد الرحمن فخرو، عبد العزيز بن حسن القصيبي، محمد بن صباح آل بن علي، عبد الرحمن بن محمد الزياني، عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزياني، عبد الرحمن بن أحمد الزياني، أحمد بن حسن إبراهيم، وعلي بن عبد الله العبيدلي. تم وضع الأساس في يوم الاثنين 15 نوفمبر 1920، وقد ألقى سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة خطابا وكان مؤثرا، حيث قال: إني أشعر كما تشعرون بأن قلبي يطفح سرورا وأمالا كبارا، لأننا قرزنا أول غرزة للحياة الصحيحة، وسيكون سروري وسروركم مضاعفا عندما يثمر قرزنا الشهي. بدأت الدراسة الفعلية في مدرسة الهداية الخليفية في 6 سبتمبر 1921، وكان عدد الطلبة الدارسين فيها 140 طالبا، وعدد المدرسين 19 أستاذا من عدة جنسيات: بحرينية، كويتية، سورية، مصرية، ويمنية. لا بد من القول أن لما تم إنشاء مدرسة الهداية، أن تم لما أخذت وقت لإنشائها، فتم استخدام مدرسة
علي بن إبراهيم الزياني مؤقتا حتى يتم بناء مدرسة الهداية الخليفية. بعد إنشاء مدرسة الهداية الخليفية في المحرق تم إنشاء مدرسة أخرى بنفس الاسم في مدينة المنامة في سنة 1921 في مبنى كان يستخدم من قبل البعثة التبشيرية الأمريكية وهو بيت جمعة أبو شهري، وتحول إلى مدرسة الهداية الخليفية للبنات في عام 1929، وتغير بعدها إلى مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات. وكما تم في عام 1927 افتتاح مدرسة في مدينة الحد ومدرسة أخرى في مدينة الرفاع الشرقي، وحملت المدارس الأربعة اسم مدرسة الهدايا الخليفية، وقد بدلت أسماءها فيما بعد وسميت باسم المدينة التي تقع فيها، ما عدا مدرسة الهداية الخليفية للبنين بالمحرق حيث ظلت تحمل هذا الاسم حتى يومنا هذا. أما بالنسبة للقرى فقد تم إنشاء أول مدرسة خلال عام 1935 و1936 وفي قرية سترة، وبعدها بسنتين فتحت مدرستان في البديع والخميس في عام 1938. ولكن النقلة الحضارية للمرأة هو افتتاح أول مدرسة للبنات بمدينة المحرق في سنة 1928، مثل ما قلنا كانت باسم مدرسة الهداية الخليفية للبنات، وتغير اسمها لاحقا إلى مدرسة خديجة الكبرى للبنات، حيث قامت السيدة مارغوري زوجة السيد تشارلز بلغريف مستشار حكومة البحرين في تلك الفترة بمفاتحة سمو الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة قرينة نائب الحاكم في ذلك الوقت الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة بفكرة إنشاء مدرسة لتعليم البنات، وقد لاقت الفكرة ترحيبا منها ومن زوجها اللذان سبق أن قام بزيارة بريطانيا في عام 1925، كما لاقت الفكرة ترحيبا من رئيس وأعضاء مجلس المعارف ومن قالبية الأهالي رغم وجود معارضة من بعض الأفراد، لكن هذه يدل أن قالبية المواطنين كانوا مع التحديث ومع الأخذ بالأمور الحضارية. ومن الأشياء الملفتة للنظر أن الأفراد اللي قاموا وعارضوا إنشاء مدرسة للبنات أول ناس بدأوا وطلبوا إلحاق بناتهم بالمدرسة. على كل إنشاء مدرسة البنات كان يعتبر حدثا تاريخيا في ذلك الوقت، ليس في مملكة البحرين فحسب ولكن في دول المنطقة. ومثل ما قلنا أن بعدها تم افتتاح مدرسة الهداية الخليفية للبنات، وبعدين صار افتتاح مدارس أهلية، وبعدين تحولت ذي المدارس إلى مدارس حكومية، وطبعا زادت المدارس الأخرى في مدن وقرى البحرين. وميزة مملكة البحرين أنها ضمنت التعليم مجانا، التعليم كان إلى البحرينيين وحتى للمقيمين إذا بقوا يدرسون في نفس المدارس، وهذه طبعا ساهم في التواصل الاجتماعي والحضاري بين مختلف الأعراق والطوائف الدينية والمستويات. كانت الدراسة في مدرسة الهداية الخليفية لمدة 7 سنوات، وبعدها يتم توظيف الطالب في القطاع الحكومي أو الخاص، لأن كان الإلمام بالقراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية والحساب ومسك الدفاتر والمعلومات العامة لها أهمية مهمة في الشخص أن يلقى العمل. طبعا إنشاء المدرسة كان لها مساهمات كبيرة ومؤثرة في التعليم والتنوير.
حتى كانت مساهمة في الحركة الثقافية في مملكة البحرين التي أصبحت من أكثر الحركات الثقافية نشاطاً في منطقة الخليج العربي، وكما كان لها دوراً في تقديم المسرحيات التاريخية الهادفة. ففي عام 1925 تم تقديم مسرحية باسم مسرحية القاضي بأمر الله، وفي عام 1928 قدمت المدرسة مسرحية امرئ القيس ونعال بلقاسم الطنبوري وثعلبة، وفي عام 1932 مسرحية داعس والقبراء. لكن احنا ذكرنا ان في مدارس اهلية، لكن احدى المدارس سبقت المدرسة اللي قامت بإنشاء المدرسة الإرسالية الأمريكية واللي كانت بداية مدرسة البنات 1899 ومدرسة الأولاد 1902. هذه المدرسة كانت تسمى مدرسة خريج الأزهر الشيخ أحمد المهزر، والذي أسسها بمدينة المنامة في عام 1306 هجري الموافق 1888-1889. وتم تأسيس هذه المدرسة بدعم من صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وكما تم إنشاء مدرسة علي بن إبراهيم الزياني في مدينة المحرق في 1912، وهذه اللي ذكرنا أنها استخدمت في البداية مقر لمدرسة الهداية الخليفية بمدينة المحرق. لكن طالما نحن تكلمنا عن إنشاء المدرسة والتعليم، لابد أن نذكر بوجود مدرسة أخرى هي حق أخواننا العجم اللي كانت تسمى مدرسة الإصلاح المباركة للأولاد، وعرفت بمدرسة العجم بمدينة المنامة في عام 1913، وظلت هذه المدرسة في نفس الموقع حتى عام 1923 حينما انتقلت إلى مقرها الدائم قرب مدرسة فاطمة الزهراء في المنامة، وكما تم إنشاء مدرسة المباركية في بلاد القديم اللي هي نطلق منطقة الخميس، والمدرسة الجعفرية في مدينة المنامة في عام 1925. ومن الأشياء الملفتة أن جميع المدارس كانت مفتوحة للجميع واحتضنت جميع الطوائف والمستويات والديانات، وكذلك قامت السيدة إيمي اللي مثل ما ذكرنا عن مستشفى الإرسالية الأمريكية بإنشاء مدرسة للبنات عرفت باسم جوزة البلوط، وإيمي هي زوجة القس صمويل زويمر اللي جاء البحرين كتبشير وأنشأ عيادة وكلية وعقب صارت مستشفى. ميزة القس زويمر أن قال أن هذه المدرسة مثل حبة الخردل. حبة الخردل معروف أنها هي شيء صغير، أنها نقطة صغيرة في حلم كبير نراه هو المستقبل للبحرين، أن تتوفر فيها مدرسة أو كلية يتوافد إليها الطلاب من كل مكان قريب أو بعيد، من الداخل أو في الساحل، لأن شجرة البلوط العملاقة تنمو من بذور صغيرة. وكان برنامج المدرسة يتكون من القراءة، النشيد، القناة، الأبجدية العربية والإنجليزية، والأرقام والحساب والخياطة والتدريس والتدبير المنزلي والاهتمام بصحة ورعاية الأم والطفل. ومثل ما قلنا أن بعد بثلاث سنوات تم إنشاء مدرسة للأولاد في عام 1902. طبعا هناك كثير من الأحداث قد نذكرها في حلقات أخرى،
وهي ممتعة ومشوقة، لكن لا يسمح لنا ذكرها في هذه الحلقات. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.